ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض مانع المطري المستشار الإعلامي لوزارة الخارجية اليمنية. مرحبا بك معنا سيد مانع. نريد منك موقفا رسميا وواضحا من الانتهاكات الحوثية في اليمن وخاصة في صنعاء. 1000 قيادي في حزب المؤتمر الشعبي اليمني اليوم قتلوا على يدهم، الرئيس السابق علي عبد الله صالح أيضا اغتيل على يدهم وجثمانه مازال مجهول المصير، إضافة إلى قمع التظاهرات التي تخرج وتطالب بوضع حد لانتهاكات الحوثيين في صنعاء. تفضل. نعم، الحكومة اليمنية أدانت رسميا عمليات القتل خارج القانون والجرائم البشعة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران، وطالبت المجتمع الدولي بإدانة وشجب مثل هذه الأعمال والضغط على الجماعة الانقلابية لوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين وبحق النشطاء السياسيين من قيادة المؤتمر الشعبي العام. وأيضا تطالب المنظمات الإغاثية والمنظمات الدولية بأن تعمل على إيصال المساعدات للمدنيين الذين تضرروا من هذه الأحداث ومساعدة من يريد أن يخرج من صنعاء ليحمي نفسه من القتل المستمر الذي تقوم به الميليشيات الإنسانية بشكل مستمر. اليوم في صنعاء قامت الميليشيات بقطع أو بحجب مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وواتساب وتليجرام حتى تمنع عن الناس الاتصال او التواصل بالعالم الخارجي او حتى معرفه حقيقه الامور ومجرياتها. نعم، حتى تحجب الصوره عن ما يجري داخل صنعاء من جرائم. لا شك ان هناك جرائم كبرى ترتكبها هذه الميليشيات. طيب. وتريد ان تحجب الرؤيه عن العالم حتى لا يرى ماذا تفعل. اضافه الى ادانات والاستنكارات من قبلكم سيد مانع، من معكم اليوم في الداخل اليمني وخاصه في صنعاء؟ نتحدث هنا عن القاعدة الشعبية، الشعب اليمني بدأ بالانتفاض ضد أي تصرفات أو انتهاكات للحوثيين ولكنه يواجه يعني ميليشيات مسلحة، ما الذي بمقدوره أن يفعل؟ ماذا عن القيادات في المؤتمر الشعبي؟ الحكومة اليمنية هي ترى أن هذه الحرب فرضت عليها، لم تختار الحرب وتقاتل قبل أن تحدث هذه الأحداث، تقاتل من أجل استعادة الدولة وحماية مواطنيها من هذا العدوان الغاشم الذي تمارسه الجماعة الانقلابية الطائفية. والرئيس عبد الله منصور هادي وجه خطابا للشعب. قيادات الحزب سيد مانع، حزب المؤتمر الشعبي، هل موقفها ما زال كما صرح به مؤخرا الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟ نعم، انا اقصد الرئيس عبد الله منصور هادي وجه خطابا لكل القوى السياسيه ولجماهير الشعب، دعا فيها القوى السياسيه تشكيل تحالف وطني تحت مظله الشرعيه وان الشرعيه لن تتخلى عن احد. الحكومه اليمنيه اليوم تقول انها لن تتخلى عن اي مواطن من المواطنين اليمنيين الذين يناهضون الانقلاب وستدافع عنهم بشتى الوسائل الممكنه وتعمل على مساعده القيادات التي لا زالت موجوده في الداخل على تجاوز هذه المحنة التي ألمت بهم حتى تضمن أن يكونوا في أمان وأن يسهموا مع بقية القوى الوطنية في تحقيق الآمال العظيمة التي يسعى لتحقيقها. نعم. شعبنا. شكرا جزيلا لك سيد مانع المطري المستشار الإعلامي لوزارة الخارجية اليمنية متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الرياضية.